الاحتياجات كبيرة جدا وفوق ما تتحمله الدولة يعني أو الحكومة السورية والشعب السوري، فلذلك ناشدنا العالم أنه يوقف. ولله الحمد هناك بوادر، العالم أجمع يعني أظهر استعداده لدعم سوريا والشعب السوري من دون تردد. نعم طبعا احنا ولله الحمد منذ اللحظات الأولى يعني لحصول الكارثة تحركت الفرق المعنية يعني والمتخصصة في منظمة الصحة العالمية في سوريا من خلال المكتب القطري والمكتب الإقليمي والمكتب الرئيسي في جنيف لتقديم كل أنواع الدعم. في المرحلة هذه احنا بالإضافة إلى عمليات الإنقاذ والمساعدة في عمليات الإنقاذ نقوم بتقييم الأضرار بالتعاون والتشاور مع وزير الصحة والجهات المختصة والفرق المعنية على أرض الميدان. بعد هذا التقييم بدأنا منذ اللحظات الأولى التشاور مع الداعمين والممولين، وهناك بوادر خير فرب ضارة نافعة، نحن متفائلين بإذن الله سنحصل على الهام. كانت الإصابات اللي وردت على مشفى جبلي والضحايا بتفوق كتير بشكل كتير كبير الإمكانيات، حوالي 265 وفاة وحوالي 175 أو 176 إصابة من خلال جهود الجميع، كل قطاعات الدولة والمجتمع الأهلي. الصباح الباكر بعد خلال نصف ساعة بعد الزلزال كانت متواجدة من خلال السيد مدير الصحة وفريق الصحة بشكل كامل مع أدوية ومستلزمات طبية إسعافيين.